أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. السلام على الشهداء وعلى الأحرار المغيبين خلف القلبان وعلى المقاومين في سوح الجهاد. أقف اليوم أمامكم في ذكر استشهاد ابن الشهيد السيد أحمد شمس، وأسأل الله أين القاتل الذي قتل أبناءنا؟ أين منتهكي الأعراض والجلادين الذين عذبوا رمودنا وشبابنا؟ أقولها بكل وضوح، لقد اعتقلتم وعذبتم وداهنتم بيوتنا، لن نتراجع عن مطالبنا الأساس. القصاص ثم القصاص. دخلت هذه القوات الغازية واحتلت أرضنا لتقتل شعبا أعزل خارج بسلمية يطالب بحقوقه المشروعة العاهلة. سفكوا الدماء بدم بارد وفجروا الرؤوس وهشموا الأضلاع وانتهكوا الأعراض وعذبوا العلماء والرموز. اعتقلوا الشباب والشيوخ والنساء وهدموا المساجد والمعابد، أباحوا كل الحرمات. ولكن رغم هذا البطش والقتل نقول لن تنالوا من عزيمتنا وإصرارنا على مواصلة الدرب حتى تحقيق المطالب التي خرجنا من أجلها في صفيحة يوم 14 من فبراير 2011. قدمنا بلدات أكبادنا في سبيل الدين والوطن ودفاعا عن كرامتنا وحريتنا. طالبنا بالقصاص من قتلة بلدات أكبادنا، وسنظل نطالب بالقصاص منهم ومن الذين أعطوا الأوامر لإطلاق الرصاص وتقديمهم لمحاكمة عادلة. يم الشاهد منا لن ننسى الدماء التي سفكت على هذه الأرض الطاهرة. لن نعفو ولن نشهد التعويض. فهذه الدماء لا تعوض إلا بالقصاص أولا وآخر. ولن نبكي ولن نتراجع. فنحن نستمد قوتنا وثباتنا من هذه الدماء الطاهرة، وسنواصل السير على درب الشهداء. فهذه الدماء أمانكم في رقابنا، وسنسأل عنها يوم القيامة. وأكرر، الدماء التي سفكت لن تعوض إلا بقصاص من القتلة من المجرمين. وقصاص القتل بالقتل والدم بالدم، فهذا هو حقنا من قتل بلدات أكفادنا. رحمك الله يا ابني، وأسأل الله أن يأخذ بحقك ويقتص من قاتليك في الدنيا قبل الآخرة، إنه سميع الدعاء وهو على كل شيء قدير. وأخيرا أشكركم جميعا أخواني، وأشكر أبا الشهداء أوائل الشهداء